فانت بتقول ان هو قد ها قد جرى الدليل وتخلف المدلول او اثبات او ان يكون بالاظهار. قد يكون تمكين الحكم عن طريق من نصب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او بالتنبيه، هيكون اثبات هنا معناها ايه؟ لا هو قال لي هنا في الشرح قال تمكين الحكم في ذهن المخاطب. تمكين الحكم في ذهن المخاطب ده اعم من ان يكون بالاثبات او ان يكون بالاظهار. قد يكون تمكين الحكم عن طريق الاثبات في حاله الحكم النظري، وقد يكون تمكين الحكم في ذهن المخاطب عن طريق اظهار هذا الحكم في حاله عن طريق التنبيه يعني في حاله البديهي غير الاوليه. كده واضح؟ طيب. ثم عرف مولانا عصام الملة والدين في شرحه الرسالة العضدية يكون هنا الإثبات المراد منه عموم المجاز، يكون بمعنى تمكين الحكم في ذهن المخاطب، هيكون شامل للإثبات وشامل للإظهار، الإثبات بالدليل والإظهار بالتنبيه. طيب. ثم عرف مولانا عصام الملة والدين في شرحه الرسالة العضدية المدعي بقوله، ده تعريف آخر يعني، هو من يفيد مطابقة النسبة للواقع، وقيل فيه نظر اللي هو تعريف العصام، إذ هو يصدق على كل من قال بجمل لإفادتها كلها الصدق بالاتفاق، ولكن بعضها لا يدعى بها الصدق كأطراف الشرطيات في المنطق على فيد القياس الشرطي، تأتي القضية ولكن القضية قد تكون صادقة ولكن لا يراد منها الصدق في القياس الشرطي، دي طرف من أطراف الشرطيات، فلا يكون التعريف مضطردا، يعني لا يكون التعريف مانعا للطرد أو الطرد اللي هو المنع، فلا يكون مانعا لأنه لن يمنع من دخول ما ليس من أفراد المعرف في التعريف. أقول معنى كلامه أن المدعي من تصدى، هي تصدى دي يعني عايزين نراجعها، بيقول نفسه يعني تصدى دي لازم ولا ممكن تأتي متعدية؟ لو ضمنها لو قلنا من تصدى نفسه يعني من أقام نفسه لكن لا عايزين نراجعها في المعجم أحسن، أو تصدى بنفسه ممكن يكون بنفسه، لكن هنا عندي ما فيش بالباء، وكأنه ضمنها يعني من معنى نصب مثلا، من نصب نفسه لإفادة مطابقة النسبة الخبرية. والله احنا نشوف تصدى في المعجم هل تأتي متعدية ولا لا، إذا كانت ما كانتش تيجي متعدية يبقى ضمنها معنى إيه؟ لا وبعدين ما يعني ما فيش لزوم لمثل هذا، يا اما تصدى بنفسه ويكون في باء سقطه، يا اما تصدى على معنى نصب يعني. طيب ده بحث لغوي نبقى نراجعها يعني. تصدى نفسه للتوكيد يعني. طب ما هو برضه ملوش لزوم التوكيد في هذا المحل، بتصدى هو نفسه. طيب. على العموم احنا قلنا ان الشارح اعجمي وقد تاتي منهم احيانا بعض التراكيب الغريبه، بس احنا مش هنسارع بالاستغراب غير لما نراجع المعجم يعني. طيب. يعني من نصب نفسه لافاده مطابقه النسبه الخبريه للواقع على ان اطراف الشرطيات حين كونها اطرافا لها ليست بجمل. ايه؟ لا احنا قلنا الطرد اللي هو المنع. فلا يكون مضطردا، فلا يكون مانعا، لان اطراف الشرطيات لا يدعى بها الصدق، ومع على تعريف العصام هيدخل هذا التعريف، لانه بيقول لي هو من يفيد مطابقه النسبه للواقع، كل من ايه من نصب نفسه لافاده مطابقه النسبه الخبريه للواقع هيدخل فيها هذه ايه هيدخل فيه هذه الجمل اللي هي اطراف الشرطيات، مع انه لا يدعى بها الصدق، فلا يكون التعريف مانعا لأنه دخل فيه ما ليس منه. طيب. ثم المدعي إن شرع في الدليل الإني يسمى مستدلا، وإن شرع في الدليل اللمي يسمى معللا. المدعي احنا قلنا مين؟ خلينا بقى التعريف اللي احنا ماشيين معاه،
ملناش دعوه بتعريف العصام، هو من نصب نفسه لاثبات الحكم او بالتنبيه. طيب هذا المدعي اما ان ينتقل، اما ان ينتقل من المعلول الى العله او من العله الى المعلول، يعني اما انه يستدل من المعلول الى العله، ينطلق من المعلول ويثبت العله، او العكس ينطلق من العله صوب الايه المعلول. فان شرع في الدليل الاني، الدليل الاني اللي هو ايه خدتوه في المنطق اللي هو الاستدلال من المعلول الى العله فيسمى مستدلا، ده الاصطلاح بتاعهم يعني. وان شرع في الدليل اللمي اللي هو الاستدلال من العله على المعلول فانه يسمى في هذه الحاله ايه معللا. طيب الدليل الاني زي ايه؟ ناخد مثال على الدليل الاني، مثال مشهور في كتب المنطق، هذا محموم، نكتب المثال قياسه، هذا محموم وكل محموم متعفن الاخلاط، يبقى النتيجه ايه؟ هذا متعفن الاخلاط. طيب متعفن الاخلاط يعني الاخلاط الداخليه في 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 جسمه، يعني يكون جسمه ملخبط من جوه كده، يقول لك ايه متعفن الاخلاط. ها؟ إيه؟ لا بالطاء، بالطاء تمام. كتبته؟ هذا محموم، محموم عنده حمى يعني، ادي ادي قضيه اولى، وكل محموم متعفن الاخلاط، دي قضيه ثانيه، يبقى النتيجه ايه؟ هذا متعفن الاخلاط. طيب عايزين بقى نشوف فين العله والمعلول، الحمى عله تعفن الاخلاط ولا تعفن الاخلاط هو عله الحمى؟ ها معانا دكتوره، تعفن الاخلاط ايه عله الحمى، الحمى الحراره يعني تمام. طيب هو دلوقتي انتقل من ايه لايه، من المعلول الى العله ولا من العله الى المعلول؟ انت عمال تكتب عشان تسهل على نفسك، كتبت القياس اكتب فوق دي، دي ادي المعلول وادي العله، بعد كده شوف هو انتقل من ايه لايه عشان تسهل على نفسك. ايه؟ هذا محموم وكل محموم متعفن الاخلاط، يبقى هذا متعفن الاخلاط، محموم ده ده المعلول وتعفن الاخلاط ده العله، يبقى هو انتقل من ايه لايه؟ من المعلول الى العله، تمام. يبقى ده الدليل الاني اهو، الاستدلال من المعلول الى العله. ايه؟ معلول الى العله ده الاني. ايه؟ من قولين ان هذا كذا. واللمي من لما؟ الاني فين؟ قولين فين؟ لا 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 ايه في ايه؟ هو في حد كاتب في حاشية عنده العكس ده غلط اللي انا بقوله، وصل صح وبقى ايه اللي هو الاني. اه لا اصل هو في بعض النسخ بعض طبعات تانية عاكسين الموضوع فده غلط يعني. وبعدين عايز تتاكد راجع اللي عنده الملاوي بحاشيه الصبان على السلم طبعه الحلبي، يرجع صفحه 152 يلاقي فيها تعريف الاني واللمي. ادي احنا مسهلين عليكم خالص يعني، المفروض تروح تدور انت على الصفحه. طيب ثم المدعي ان شرع في الدليل الاني يسمى مستدلا، يبقى الاني اللي هو ايه؟ الاستدلال من المعلول على العله. وان شرع في الدليل اللمي ده مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح. وان شرع في الدليل اللمي اللي هو ماخوذ من قولهم لما يسمى معللا، معللا هو الاستدلال من العله
على المعلول. يبقى المثال ايه؟ نفس المثال ده ممكن نعكسه، نقول ايه؟ هذا مثال بقى للمي، هذا متعفن الاخلاط، وكل متعفن الاخلاط فهو محموم. يبقى النتيجة ايه؟ هذا محموم. يبقى ده استدلال من ايه لايه؟ من العلة الى المعلوم. وان شرع في الدليل اللمي يسمى معللا. على اية حال تسمية الاول بالمستدل وتسمية الثاني بالمعلل هذا مجرد اصطلاح. طيب، وقد عشان كده قال لي وقد يستعمل كل منهما مقام الآخر بمعنى المتمسك بالدليل مطلقا، أي سواء كان إنيا أو لميا. طيب، يبقى المدعي عرفنا تعريفه هو من نصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل أو بالتنبيه. بالدليل في إيه يا شيخ حسب الله؟ في النظرية. والتنبيه في إيه الشيخ اسمه إيه؟ والشيخ محمود بالتنبيه في إيه؟ بديهي غير الأولي. تمام، يا سلام، ممتاز. والبديهي غير الأولي اللي هو إيه؟ لا، هو الذي لا يستند إلى حس، هو طبعا لا يحتاج إلى نظر ولا يستند إلى حس ولا يفتقر إلى وجود وسط حاضر. البديهي ده البديهي الأولي. أنا سألت لو قلت غير الأولي، لا، البديهي الأولي اللي هو إيه؟ الذي لا يستند إلى حس ولا إلى إيه؟ وسط حاضر. ومع عدا من أنواع الضروريات يبقى ده بديهي غير أولي. هيشمل بقى سائر الأنواع اللي هي قضايا قياستها معها والوجدانيات والمحسوسات والمتواترات إلى آخره، والمجربات، كل دي من الضروريات غير الأولية. لكن الضروري الأولي اللي هو لا يستند إلى حس ولا يحتاج إلى وسط حاضر. لكن طبعا ده ما فيهوش لا دليل ولا تنبيه، لكن التنبيه يكون في البديهي غير الأولي. ثم المدعي إن شرع في الدليل الإني يسمى مستدلا، وإن شرع في الدليل اللمي يسمى معللا. وتسمية الأول بالمستدل وتسمية الثاني بالمعلل مجرد اصطلاح. والسائل من نصب نفسه لنفيه، ده برضو تعريف السائل، أي من نصب نفسه لنفي الحكم الذي ادعاه المدعي. يبقى من نصب نفسه لإثبات الحكم يسمى مدعيا، ومن نصب نفسه لنفي الحكم الذي ادعاه المدعي يسمى سائلا. والسائل من نصب نفسه لنفيه بس إيه؟ بلا نصب دليل عليه، يعني مجرد منع فقط. قال هذا يصدق على المناقض فقط. المناقض اللي هو مين؟ أي المانع. تمام. وقد يطلق على ما هو أعم. لا، ما هو بيمنع، يقول أمنع، بيطلب الدليل وبينفي الحكم. لا، هو الأصل، هو الأصل عدم الحكم مش الحكم، فهو بينفيه طبعا. هو انت دلوقتي لما فيش دليل يبقى انت بتمنع الحكم ولا لا؟ لان الأصل عدم الحكم. فلو انا جيت ادعيت حكما، انت عليك ان انت ايه؟ لو انت غير مسلم لي بهذا الكلام عليك ايه؟ ان تطلب الدليل. هو ده المنع، ومعناه ان انت بتنفي الحكم. هو نفي الحكم طبعا، لأنه هو الأصل عدم الحكم. طيب، وقد يطلق على ما هو أعم، أي ما هو أعم من هذا التعريف، التعريف الأول، وهو كل من تكلم على ما تكلم به المدعي. أعم من أن يكون مانعا أو ناقضا أو معارضا. إيه؟ من أنت عندك إيه؟ لا، أعم من أن يكون مانعا أو ناقضا أو معارضا. يبقى كل من تكلم على ما تكلم به المدعي، فطبعا تكلم بالسؤال، كل من تكلم بالسؤال على ما تكلم به المدعي، ده تعريف آخر، ولكن ده التعريف أعم، فيسمى سائلا. لا
لكن التعريف اللي هو الذي قدمه اولا هو من نصب نفسه لنفيه بلا نصب دليل عليه، يعني لنفي الحكم الذي ادعاه المدعي. يعني الناقد والمعارض الايه؟ الناقد والمعارض هناك قال لك المناقض، المناقض يقصد بالمانع، لكن احنا قلنا السائل ده على التعريف الثاني اللي هو الاعم، قد يكون مانعا او ناقضا او معارضا، ايه الفرق؟ ذكرنا الفرق وهياتي تحرير الفرق ايضا بعد ذلك، لكن نعيد مره ثانيه، المانع اللي هو ايه؟ المناقض اللي هو يطلب الدليل. اما يجي اقول لك دلوقتي الحكم كذا فتقول لي ايه مثلا؟ امنع، معنى المنع هو طلب الدليل، تطلب الدليل، خلاص ادي معنى المانع. طيب من ان يكون مانعا او ناقضا، اللي هو الناقض اللي هو اذا اطلق يقصد بالناقض نقدا اجماليا، اللي هو اما ان يثبت التخلف او يثبت استلزام المحال. تخلف يعني دليل المدعي، او انه يستلزم المحال، وفي الحاله دي يكون نقض في الكلام. او معارضا هو الذي يقيم ايه؟ الدليل على خلاف دعوى المدعي. لكن على التعريف الاول للسائل هيكون ايه؟ يكون صادقا على المناقض، اي على المانع فقط، مش كده؟ وعلى التعريف الثاني هيكون صادق على ايه؟ ايوه، على المانع والناقض والمعارض. طيب والدعوى ما، اي قضيه، ما يشتمل على الحكم، ما يشتمل على الحكم اشتمال الكل على الجزء. انتوا عارفين طبعا في المنطق لما شرحنا فاكرين علاقة الكل بالجزء، وفي علاقة أخرى اللي هي علاقة الكل بالجزئي، فاكرين؟ إن قلنا إما أن يكون يقسم الشيء قسمة الكل إلى أجزائه أو الكلي إلى جزئياته، فاكرين الفرق؟ إيه؟ إن علامة صحة إن علاقة الكل بالجزء هو صحة الإيه؟ صحة إن الحلال، إن حلال الكل إلى أجزائه، زي ما أقول لك هذا الإيه؟ هذا الحصير أو الحصير خيط وثمار، فعلاً الحصير يتركب من الخيط والثمار، ده كله جزء، وعدم صحة الحمل. لا يعني عدم صحة، يعني إيه صحة الحمل؟ عامل إيه محمول وعامل إيه موضوع؟ ايوه ان انا اخلي الكل محمولا، لا اخلي الكل محمولا واخلي الايه الجزء موضوعا، فلا يصح الحمل، لا يصح ان اقول الخيط حصير الثمار حصير. طيب لكن الكل والجزئي يصح الحمل، صحه حمل ايه على ايه؟ حمل الكل على الجزئي، يعني صحه جعل الكل محمولا في قضيه موضوعها الجزئي. فما اجي اقول الانسان تحتي ايه؟ زيد وعمر وخالد، دي علاقه الكل بالجزئي. ليه؟ لان انا ينفع احط الانسان محمولا في قضيه موضوعها زيد، اقول زيد انسان يبقى صح الحمل. فهنا بيقول لا، الدعوه ما يشتمل على الحكم اشتمال الكل على الجزء، تمام؟ ما يشتمل على الحكم المقصود اثباته بالدليل او اظهاره بالتنبيه. المقصود إثباته بالدليل إن كان نظريا، أو إظهاره بالتنبيه إن كان بديهيا غير أولي. وفيه يعني في هذا التعريف ممكن أن يقال أنه قد يكون الحكم المدعى بديهيا أوليا. بتدعي دعوة ما لازم لابد ان يكون فيها الحكم المراد اثباته. انت بتدعي مثلا محل مثلا، او بتدعي ان لحم الابل ينقض الوضوء مثلا، فلازم لابد ان كلامك يشتمل على هذا الحكم، وطالما يعني يكون مذكورا. ادي معنى اشتمال الكل على الجزء، يعني انا لو جيت فككت الكلام الذي ذكرته وعجت من ضمن اجزائه الحكم ده، ادي معنى اشتمال الكل على الجزء. ما هو لو الكل على الجزء يبقى مش هيبقى مذكور الحكم. لما اجي اقول لك الانسان مثلا كل انسان حيوان، فانت هنا مش مذكور ان زيد ايه؟
ولكن ده هيفتقر الى شيء اخر، اما ان يكون معلوم اندراج زين تحت انسان، او يكون المطلوب او قد يكون معلوما وقد لا يكون معلوما ويراد اثباته بالدليل. لكن لو انت بتدعي ان زيد مثلا حيواني، يبقى لازم يكون الكلام مشتمل على هذا الحكم، اشتمال الكل على الجزء يعني مذكور، ان يكون مذكورا. واذا كان مذكورا، لو انا فكيت الكلام الى اجزائه هيكون من ضمن اجزائه هذا الحكم. لكن لما اقول ان هو انت بتقول الكل على الجزء، مش هيبقى مذكور، ولكن هتبقى دلالته عليه دلالة تضمنية. ده لو كان من جزئياته. والدعوة ما يشتمل على الحكم اشتمال الكل على الجزء المقصود إثباته بالدليل أو إظهاره بالتنبيه. وفيه أنه قد يكون الحكم المدعى بديهيا أوليا، ممكن يعترض على هذا التعريف بأن ده هيشمل كده الايه البديهي الأولي بعموم العبارة يعني. ويمكن أن يقال إذا كان الحكم كذلك لم تتحقق المناظرة، لأنه لم ينكره اللي هو هذا الحكم البديهي الأولي، لم ينكره إلا مجادل أو مكابر. فيعني لا حاجة لإيه لأن احنا نضع قيد لإخراج الحكم البديهي الأولي، لأنه إيه يعني لأن هذا لا تقع فيه المناظرة عادة، وإذا حصلت المناظرة فتكون على سبيل المجادلة أو على سبيل المكابرة، فلا حاجة إيه لوضع قيد للاحتراز يعني. ويسمى ذلك من حيث إنه يرد عليه ذلك اللي هو إيه اللي هو ما يشتمل على الحكم، من حيث إنه يرد اللي هو الدعوة يعني، من حيث إنه يرد عليه أو على دليله السؤال أو البحث يسمى إيه؟ يسمى مسألة ومبحثا. ومن حيث إنه يستفاد من الدليل نتيجة، ومن حيث إنه قد يكون كليا قاعدة وقانونا. احنا قلنا القضايا إذا كانت أجزاء قياس بتسمى مقدمات، مش كده؟ وإذا كانت مستفادة من القياس تسمى نتيجة، وإذا كانت مشتملة على حكم يقصد إثباته أو إظهاره يسمى دعوة. لكن هي كلها قضايا. لكن ما إذا كانت جزء يعني، ما أقول إيه هنا المثال بتاعنا، قلنا إيه هذا محموم وكل محموم متعفن الأخلاط، يبقى هذا متعفن الأخلاط. القضية الأولى بتسمى مقدمة مش كده، أو قضية. القضية الثانية بتسمى إيه؟ مقدمة ثانية، مقدمات القياس يعني. طيب والقضية الثالثة اللي بتسمى إيه؟ نتيجة، اللي هي المستفادة تسمى نتيجة. لكن دي قضية ودي قضية ودي قضية، لكن باعتبار وضعها هنا تسمى مقدمة، وباعتبار كونها مستفادة تسمى نتيجة، وباعتبار أنه تقصد بالإثبات أو التنبيه تسمى إيه؟ دعوة. ومن حيث انه قد يكون كلي انه قد يكون كليا قاعده وقانونا. والمطلوب اعم من الدعوه، لان الدعوه عرفناها ايه؟ ما يشتمل على الحكم. طالما قلت ما يشتمل على الحكم، هيبقى الدعوه دي تصديق ولا تصور؟ تصديق. لكن المطلوب أعم، المطلوب أعم من الدعوة، تصوري أو تصديقي. طبعا على خلاف الدعوة، لأن الدعوة تصديق لا غير. فقال لي تصوري كماهية الإنسان مثلا، فلما يجي يسألك أقول لك ما الإنسان، فتقول لي حيوان ناطق، يبقى ده كده مش ده مطلوبه. لكن هذا المطلوب مطلوب تصوري ولا مطلوب تصديقي؟ تصوري مش كده؟ أو تصديقي، مثل العالم حادث. فلما تيجي تبرهن على أن العالم حادث، هذا إيه؟ من قبيل التصديقات. ويسمى من حيث إنه موضع الطلب، كأنه يقع فيه الطلب مطلبا أيضا، وقد يقال المطلب دون المطلوب.
طيب، وقد يقال المطلب دون المطلوب لما يطلب به التصورات، مثل قولهم الإنسان ما هو. طبعا ما يطلب به هو قولهم ما هو، مش الإنسان ما هو. ما يطلب به هو نفس ايه، نفس جملة او عبارة ما هو، مش الإنسان ما هو. احنا قلنا والمطلوب اعم من الدعوة. الشيخ في المتن بيقول وقد يقال المطلب، والشارح بيقول دون المطلوب، يعني بدل ما يقال المطلوب يقال المطلب. قال ويسمى مطلبا ايضا اللي هو المطلوب. وقد يقال المطلب لما يطلب به التصورات، يعني قد يطلق المطلب على مطلب التصورات. طيب بيقول وقد يقال، يعني ده اطلاق. قد يطلق المطلب ولا يطلق المطلوب. ان هو المطلوب احنا قلنا اعم من الدعوه، يشمل التصور ويشمل التصديق. وقد يسمى مطلبا ايضا. وقد يقال المطلب لما يطلب به التصورات دون المطلوب، يعني يكون المطلب ايه، يطلق على مطلب التصورات فقط ولا يقال له مطلوبا. بيقول قد يقال، قد للتقليل، مش دل يعني ليس هذا هو الاستعمال الشائع. الاستعمال الشائع انه يقال مطلب ويقال مطلوب. يا شيخ هو بيقول وقد يقال المطلب المطلوب به التصورات دون المطلوب. ولكن بعضهم يستعمل المطلب بدل المطلوب، لان هو اقرا المتن من غير الشرح. المتن بيقول ايه، والمطلوب اعم، احنا قلنا من الدعوه اعم، تصوري او تصديقي. ويسمى المطلوب مطلبا ايضا. تمام. وقد يقال المطلب لما يطلب به التصورات والتصديقات. فالشارح بيقول دون المطلوب، ان في 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 بعض الاطلاقات، الاطلاقات الاصطلاحيه يعني، ان ممكن بعضهم يقول له مطلبا او يسميه مطلبا ولا يسميه مطلوبا. لكن الاستعمال الشائع، العرف الشائع، ان هو المطلوب والمطلب شيء واحد. فهو بيقول وقد يقال المطلب لما يطلب به التصورات والتصديقات. فاهم؟ ان التصورات زي ايه، قولهم الانسان ما هو، ما هو ده هو المطلب. والتصديقات كما يقال هل العالم حادث، يعني تقول مطلب العالم حادث، او هل العالم حادث، ده مطلب. فبعضهم جعل المطلب خاص بما يطلب به ايه، التصورات والتصديقات، دون ايه، دون المطلوب. ايه بس بيقول لما يطلب به، يعني المطلوب المطلوب لا، المطلوب اعم، تصوري او تصديق، احنا قلنا هذا الكلام. وقلنا وقد يسمى المطلوب مطلبا، وقد يطلق المطلب على ما يطلب به التصور وما يطلب به التصديق. فضرب لي مثاله، ما هو اللي هو الانسان، هل العالم حادث، لا مطلب برضه، بس ده ما يطلب به ايه، التصديق. لان في سؤال هنا هو هل العالم حادث، ما هو الانسان. ايوه بس انا بتكلم على السؤال، بيقول المطلب لما يطلب به التصورات ولما يطلب به التصديقات، قد يقال هذا، فيبقى ده يسمى مطلبا ولا يسمى مطلوبا، اللي هو السؤال، السؤال التصوري والسؤال التصديقي. لانه يعني قد يسال ويراد التصور، وقد يسال ويراد التصديق. نفس السؤال الطالب للتصور ونفس السؤال الطالب للتصديق، بعضهم يسميه مطلبا لا مطلوبا. لكن احنا قلنا المشهور ايه، اللي ذائع في الالسنه ايه، ان يسمى مطلوبا ويسمى مطلبا. لكن كلام في الاول في المطلوب على الدعوه، على القضيه، اسف، القضيه سواء كانت دعوه او مقدمه او نتيجه او قانونا، كل هذا ايه ممكن يسمى مطلوبا، ويشمل التصور ويشمل التصديقات، ويسمى مطلبا. وبعضهم يخص المطلب
بالسؤال التصوري والسؤال التصديقي فقط، اللي هو ما هو الإنسان؟ هل العالم حادث؟ كده واضح؟ طيب. أقول بعضهما لا، هو المكتوب هيكون يطلق على القضايا، القضايا التصورية، ويطلق على آسف يطلق على القضايا اللي هي التصديقية، ويطلب على ويطلق على التصورات، يطلق على التصورات، يطلق على التصديقات اللي هي القضايا. كويس، سواء كانت هذه القضايا أجزاء قياس، أو كانت نتيجة قياس، أو كانت دعوة يقصد إثباتها، أو كانت قانونا وقاعدة كلية، كل ده يسمى إيه؟ يسمى مطلوب. طيب، ولما كان اكتساب المطلوب التصوري بالتعريف، احنا خدنا الكلام ده في المنطق، واكتساب التصديقي بالدليل، احنا قلنا في الهدف من دراسة المنطق اللي احنا كنا بندرسه ان انا اوصل في النهاية الى احد امرين، اما للقول الشارح او اوصل الى الحجة او القياس. فعشان كده احنا قسمنا المنطق اللي كنا بندرسه الى قسمين، التصورات والتصديقات. التصورات لها مبادئ، هذا القسم يعني هذا القسم الدراسي له مبادئ وله مقاصد. مبادئ التصورات ايه؟ الكليات الخمس. ومقاصد التصورات قول الشارح. ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها. ومقاصد التصديقات الحجه، والحجه احنا قلنا تشمل ايه بقى؟ القياس ولواحقه، اللي هم ثلاثه، القياس وايه والاستقراء والتمثيل. لواحق اثنين يعني، لكن هم كلهم ثلاثة، القياس والاستقراء والتمثيل. طيب، كيف تنال التصورات؟ تنال عن طريق الحدود. وكيف تنال أو التعريف؟ ما عشان اللي عند الأصوليين الحد هو التعريف مطلقا، لكن فأنا قلت الحدود وحملها على المناطق اللي هو الذاتيات بس يعني، لكن عند الأصوليين وغيرهم يعني الحد يقال التعريف مطلقا، الشامل الحد المنطقي وغيره. اكتساب التصورات يكون بالتعاريف، واكتساب التصديقات يكون بالحجة. امتهي لي انتم اكتر من كده مش قدروا تاخدوا، صح؟ صح؟ والله بقول مش قدروا تاخدوا اكتر من كده، انا الواحد بيحس بالاجواء العامة كده. والله تعالى اعلى واعلم.